مفاجأة، عودة عمرو دياب لدينا الشربيني بعد تدخل إعلامي مشهور. مفاجأة من العيار الثقيل. من المقرر أن تضرب الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بانتهاء الخلاف بين الهضبة عمرو دياب والفنانة الشابة دينا الشربيني. وعلمت القاهرة 24 من مصادر خاصة أن الفترة الماضية مرت على الثنائي بشكل صعب، خاصة أن هذه الأزمة تتزامن مع استعداد الهضبة لطرح ألبومه الجديد يانا يلا. الأمر الذي جعله في تشتت الفترة الماضية، لذلك وبعد الاستقرار على تفاصيل الألبوم قرر إذابة الجليد وإتمام الصلح بينه وبين دينا. الصلح الذي تم برعاية كل من الإعلامي عمرو أديب وبعض المقربين من الفنانين، من بينهم وفاء عامر ومادلين طبر وعمرو يوسف وخالد سليم ونسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي. دينا تستحق من عمرو انه يضحي شويه علشانها، عارفه انه صعب جدا عمليه الجواز لو هو يعني عمل ارتباط شرعي. المصدر قال ان المفاجاه الاكبر ليست في الصلح بينهما، ولكن عمرو دياب قرر الاستماع لرغبه دينا واقامه حفل زفاف ارضاء لها وتحقيق ما حلمت به كاي فتاه في سنها، وتابع ان الصلح الذي تم كان المؤثر الاقوى فيه على الهضبة هو الإعلامي عمرو أديب الذي انصاع له عمرو دياب نظرا للصداقة العميقة بينهما وعاد إلى عش الزوجية مرة أخرى.